أسباب عدم، شفتي مثلث مصر اللي احنا دايما بنرسمه؟ عندنا مثلث جميل كده، إن شاء الله كل مرة افتكر قلم فلوماستر أنسى أجيب. احنا عندنا المثلث أهو وعندنا القاعدة بتاعته، خلصنا القلم. القاعدة بتاعته دي احتياجات، القاعدة بتاعت المثلث دي اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية الطبيعية، المأكل المشرب، الحاجة للحنان للحب للاحترام لتقدير الذات. لما أنا أشبع يا أخت منى الحاجة للحب والاحترام والحنان، دي مشاعر، ما ده إشباع عاطفي، والتقدير ذات إنسان. لما أنا أشبع ده مش هيقول آه ويشوف في المدرسة والأولاد ده أبوهم حنون عليهم وجاب لهم، ودي أمهم بتسلم عليهم وتبصهم، وده كذا، فيتنمر على الولد أو يأذي الولد في قلب المدرسة، ويأذي البنت أو تأذيها أو تعمل لها فصلك إيه، بتعمل إيه مقالب، اعملوا مقالب في بعض. ليه؟ لأن هي فاقدة الأمر ده، وده سبب من الأسباب عدم الإشباع الحاجات الأساسية، سواء في السجن أو الدعم العاطفي أو الحنان والحب والعاطفة، فيبتدي يعمل إيه؟ ينقم على الآخر. ولو ما ترباش الطفل من صغره على الأمر ده طبيعي أنت بتطلع. البيئة رقم اتنين، البيئة رقم اتنين البيئة الكسولة. عشان خاطري يا بنات ويا زوجات ويا كل اللي بيسمعني، يعني ابعدي عن الشخصية الكسولة. الشخصية الكسولة قاعدة قاعدة جدا بتعملش أي حاجة، بصوا قاعدة ولا بتنجز ولا بتتعلم مهارات ولا بتتعب في حياتها، وعايزة تكون نجم صاخب، عايزة تكون نجمة يلمع في السماء. وبعدين يجي بقى حد اجتهد وتعب وسهرت وتعبت وراحت وعفرت في حياتها وخدت الثمرة في الآخر. ما في ثمرة بتيجي إلا بجهد ومشقة وسقيا وفحت وزرع وحرس وسقيا ماء وانتظار الزرعة وتعهدها والتقاوي، كل الكلام ده ما ده خطوات. أما الكسول اللي قاعد بقى، ناس التنبلة بقى قاعدين متفيقهين فقط، وهو ما فيش فاتحين إلا بالتشدق وخلاص، ويبصوا على الآخرين وينظروا بعين الحسد للآخرين. فأول حاجة عدم الإشباع العاطفي والاحتياجات الأساسية الموجودة. رقم اتنين إن البيئة ذات نفسها بيئة كسلانة، أصحاب سوء أو أصحاب غير، والله ما يتقال عليهم أصحاب، وبيئة كلها اعتمادية اتكالية كسولة. يعني أنا بتعب والله مجرد حتى الواحد بيتكلم عن التعب بيتعب. رقم ثلاثة إن يبقى ده سمت، يعني ما بنقولش وراثة، لكن في ناس أعرفهم كان أهليهم وراثة لكن هم ربنا نجاهم، كانت خايفة جدا وبعد ما التزت تقول لي خايفة جدا، أنا عارفة إن عيلتي كذا، لا من فضلك ما تقوليش، ما كناش نعرف السبب إيه، قالت لا ما تجوش أنا أعرف عيلتي لها يعني بتنظر وهكذا وتتأذوا، والله هي كانت ملتزمة حبيبتي تحفظ قرآن، وكانت تحاول إنها يعني تبعد نفسها عن الإطار ده، لا وكذا وتعب وتخاف وتدعي ربنا يا رب ما أكونش من يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا. فممكن تكون البيئة لو حد مش منتبه لنفسه يقع في في في, في هذا الأمر. تاني حاجة الجهل، الجهل وعدم الوعي بدينك ولا بما أعطاك الله. ما أنت استغفر الله، مش عايز أقول إن أصلا عندك خطأ عقيدة وسوء ظن في الله، لأنك بتظن في الله استغفر الله. الحاسد ده كأنه بيقول ربنا استغفر الله يا رب استغفر الله، كأن الحاسد ده بيقول ربنا أنت مش عادل في توزيع نعم، استغفر الله. الحاسد بيقول كده، عينه بتقول كده، مستكتر على اللي قدامك، مستكتر على اللي قدامه انه يعطي، ان ربنا عطيه كذا وان انا مش عندي، فانت مش عادل، فكانه بيقول كده. فانت عندك كده مصيبه في العقيده، فننتبه لان ده ناقوس خطا. فممكن يكون هو عدم وعي عن الله، عن الرزاق، عن الديان، عن اسم الله العليم. اسم الله العليم ده من الاسامي الجميله قوي، هو والحكيم بيجوا مع بعض. ليه؟ عنده حكمه مطلقه الله عز وجل، ويفعل أفعاله بخير وعلم سابق، علم من عند الله كامل، سواء كامل في وصفه واتصافه أو في عطائه الفعل ذات نفسه، فعل العطاء أو العلم. فليه إحنا نظن في الله الظن السوء ونظن في الله أنه كذا؟ وده طبعا مرض خطير. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن إحنا يمن علينا بأن إحنا ننهي كل واحد يتفقد قلبه، لان دي من امراض القلوب الرهيبه. صحيح. يتفقد قلبه ويغسل قلبه، يا رب اغسلني يا رب من خطب الماء، يا رب نقني يا رب من هذا المرض وعيتي فين، وندعي اللهم زيد وبارك. حد طلب مني مات وضوء، ادوله ميت الوضوء، ادوله ويحيي سنه من سي ربنا يحيي قلوبكم يوم تموت القلوب، ولك اجر شهيد اللي بيحيي سنه مهجوره، وتفعل وتمنع الاذى عن اخوك المسلم. لكن تيجي حسناتك متاكله انت ذات نفسك محلك، وهتفضل بقى الناس بقى بتبقى قاعده منظره لحياه الناس، عارفين الصناره اللي عماله كده وهي يا عم ما تروح تشتغل وتروح تعمل وتروح تشتغل على نفسك، تجد لنفسك، العمال يحسد في الاخرين. والله يا ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافيه اللهم.